مجيد تبول من ولاية باتنا مباشرة الآن يلقي كلمته نتابع. وعلى آله وصحبه أجمعين. بالطبع يعني الملاحظة اللي دارها لي السي عبد الحي بن بولعيد، قال لي أنا نشوف فيك مرتبك، هل هو ارتباك أم شعور خاص؟ قلت له لما نحل بباتنا دائما، بالطبع يعني المدينة اللي انطلقت منها حرب التحرير، الولاية اللي انطلقت منها حرب التحرير، والولاية اللي اشتغلت فيها وأنا شاب، واللي عرفت فيها رجال، واللي ترعرعوا فيها أبنائي، وهي اللي نعرف فيها ناس عندهم مواقف صلبة لا تتغير، روح وطنية عالية جدا. كيف ما تشعرش بشعور خاص وانت تحل في هذه المدينة، في هذه الولاية اللي تفكرك بالأبطال، أبطال ثورة وأبطال ما قبل ثورة، المقاومة تاع قوافل ثم القوافل تلو القوافل تاع شهداء، الله يرحمهم وإن شاء الله يكونوا راضين علينا لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولاية الأوراس الأشم وأبناء أهل أشاوس صنعوا التاريخ، التاريخ القديم والتاريخ الجديد للثورة و لتحرير الأرض من الدنس تاع الاستعمار. بالطبع يعني القاعة ممتلئة وشكر لكم وأنا ممنون لكم. ولكن أنا عارف به باللي فيه أحباء، فيه أحباء اشتغلت معهم أنا ذاك 7 سنوات اللي مضيتها في باتنا بينكم، بين أحضانكم وبين مع ربما أبائكم. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ما نساهمش من كيمل حتى البريكة. من الشعبة حتى البوزينة. ما ننساش نقاوس، ما ننساش مروانة، ما ننساش توتا، ما ننساش تاكسلان. وتحية خاصة لجماعة تاكسلان والأحياء وفسديس وعين ياقوت وباركة باركة، قلنا باركة المجاهدة، الأحياء نتاع باتنا اللي عرفتهم أنا ذاك، اللي كانوا هما أحياء شعبية، واليوم راه الأمور بدأت تتطور كثير في باتنا والحمد لله، وفيه مؤشر اقتصادي، لما مدينة الأسعار تاع العقار ترتفع فيها كثير معناه باللي فيه تقدم حقيقي، فيه رقي حقيقي، وفيه ثروة موجودة إن شاء الله. كائن منها هو اليوم الوضع اللي أنا فيه، الوضع اللي راه فيه البلاد وضع مزري، وما عندي ما نقول لكم. البلاد في 20 سنة بالتقريب أو بالأحرى في 10 سنوات الأخيرة عرفت نوع من التقهقر، نوع من الانزلاقات، حتى أدت بنا إلى ما أدت إليه، بالأخص في 9 أشهر الأخيرة. ولولا انتفاضة السلمية للحراك المبارك لكانت المأساة،
لكانت المأساة الدموية ولكان استمرار الإقصاء بالنسبة للطبقات الهشة، بالنسبة للطبقة الوسطى، بالنسبة لغيورين على الوطن وعلى اقتصاد الوطن. الحمد لله، الحمد لله، استفاق الشعب، استفاقت أسرة الحراك الأصيلي الأول، وبداية إنقاذ الوطن من المأساة اللي كان باش تسلط عليه. حقيقة الله يسلمك، الله يسلمك. أنا قسيت المفروض ما تكلمش على نتكلم على مشاكلكم، ما تكلمش على روحي، ولكن عشت اللي عشتو. فيه رجال في هذه الولاية اللي ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا على هذه الولاية، وعلى رأسهم سي مصطفى بن بولعيد رحمه الله وطيب فراه. ناس جاهدوا من أجل باش تحيا هاد البلاد وهاد الوطن يعيش حر، ونتفكر ونقدر كل تقدير الحاج الأخضر رحمه الله وطيب ثراه. ولكن الأمور آلت إلى ما آلت إليه. الإنسان يبدأ يفسخ ويخرج من جلده خلاص. بالطبع يعني البلاد تحت بين يدين عصابة مالية تحميها قوات أو قوى غير دستورية، ومشى المسار في الشيء اللي كانوا حابينه هو البلاد. اليوم مع بعضنا كلنا إن شاء الله نمشوا لتصحيح الأوضاع. لازم الأوضاع تتصحح، لازم نحاول بقدر الاستطاعة وبالإمكانيات المتوفرة، وفيه إمكانيات أننا نرفع الغبن على الجزائريين اللي تغبنوا في كل أمورهم، في معاشاتهم، في أمورهم. كاين اللي ضيعوا لهم حقوقهم لأن ما بغاوش يمشوا في الخط اللي كان مسطر لهم، ما زالت باقي لهم الأنافة. أخ نفوف إذن لازم نمشوا مع بعض إن شاء الله، نمشوا مع بعض نصحوا الأوضاع، نرجعوا القطار في السكة نتاعو اقتصاديا اجتماعيا في كل القطاعات اللي ذكرتها. التغيير بالطبع يبدأ بالدستور إن شاء الله، إن شاء الله. إلى الله، شكرا، الله يجازيك. إحنا ناس مؤمنين، الله عز وجل يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والشعب يزكي. إلى مالك الملك قرر والشعب زكى، راني في الخدمة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ولكن باش نديروا في بالنا ما يخلوكش تغير، لأن التغيير يعني مصالحهم راحت. وانت تشوفوا الأوضاع، حتى الانتخابات اللي دخلنا لها يحاوسوا يلطخوها، لازم يلطخوها، لأن فيه مجموعة مسيرة من وراء البحر ما حباش الانتخابات البلاد. مانيش نقصد ولاد بلادي اللي على نيتهم راهم ماشيين في هذا الاتجاه. الجزائريين الأحرار، أبناء الأحرار اللي ماشيين في هذا الاتجاه عن قناعة، ويقول لك أنا مقتنع بالانتخابات ما تجيبش،
هاد الوجوه اللي قدمتوا لنا هادو خمسة ما همش اللي خادي يخرجوا البلاد إلى آخره من تفكيرهم. أنا نحترمهم، نحترمهم ونحترم تفكيرهم، لكن الديمقراطية تقتضي أن الأقلية تحترم الأغلبية وأن الأغلبية تحترم الأقلية بدون ما نعنف الأمور لا لفظيا ولا جسديا. طبعا الديمقراطية تبدأ بالصندوق، احنا قلتها ونزيد نكررها، وقالوا لي راك تكرر فيها بزاف، هذه قناعتي والظرف يتطلب باش نزيدوا نكرروا هالأمور هذه. الحراك اللي خرج وطهر البلاد من المأساة وجنب البلاد المأساة اللي كان باش يعيشها، واسمح بإلقاء القبض على بعض من العصابة، هذا الشعب هذا طالب، أول ما طالب به باش نكونوا واقعيين، إنسان ما يقدرش يطالب حاجة ويطالب بالعكس نتاعها. 12 حتى 14 مليون جزائري كانوا يخرجوا كل جمعة طالبين بتطبيق بتطهير بالطبع، إلغاء ما كان من انتخابات أنا ذاك، وإلغاء التمديد وإلغاء وإلغاء وإلغاء، وصلنا حتى استقالة الرئيس، ثم طلبوا بالتطهير، طلبوا بعض الوجوه اللي كانت معروفة أنا ذاك ومشاو، ولكن طلبوا باش يسترجعوا السلطة، الشعب يسترجع السلطة بالمادة السابعة، هذا واش طلب الحراك، والمادة السابعة تمارس بالمادة الثامنة، المادة الثامنة اللي تقول الشعب يمارس السلطة نتاعو من خلال انتخابات مؤسساته. إذن كي ندير نطلب نكون مع الحراك ونطلب المادة السابعة والمادة الثامنة، ومن جهة أخرى نقول أنا ما نبغيش الانتخابات، نبغي فترة انتقالية. فترة انتقالية رانا عارفين وين تدينا. جرب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. المرحلة الانتقالية نعرفوا كيفاش تبدأ، ولا واحد ما عدا الله عز وجل اللي يقدر يعرف كيفاش تنتهي، وما هي المآسي والمأساة اللي ممكن تنجر عنها، والانزلاقات اللي ممكن تنجر عنها. ولا واحد كان يتوقع في المرحلة الانتقالية تاع 92 أننا نوصل لهذا الشيء. إذن بالنسبة الوضع هذا إذن الانتخابات ضرورية، لازم فوت الانتخابات. أما آمين يا ربي، آمين آمين. بالنسبة البرنامج إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانب من كلمة المترشح الحر عبد المجيد تبون من ولاية باتنا. نعود من جديد إلى كلمة المترشح عبد المجيد تبون. تبركا صح 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 صح، نعطيك البرنامج نعطيك البرنامج نعطيك البرنامج. البرنامج نتاعنا لنقاد الوطن من الوضع اللي فيه يبدا بتغيير فوري للدستور، تاليها التغيير في السلوكات، تغيير في السلوكات، نخلي الجزائريين ان شاء الله يحبوا بعضهم بعض، ما يكرهوش بعضهم بعض،
الجزائريين يحبوا وطنهم وبس، نألف بين القلوب، نحبس الزور والتزوير. راكم لاحظتوا مؤخرا بعد المؤامرة تاع 2017 جات المؤامرة تاع 2019 بنفس الأساليب ونفس المال ونفس العصابة ونفس القوى. مات يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. احنا أحرار نزهاء، خدمنا هذا الشعب ونزيدوا نخدموا هذا الشعب وما نخدموش حاجة أخرى من غير الشعب. البرنامج أنا أعطيته لكم وتفائلوا خير، نقضي على الأزمات اللي موجودة من أزمة سكن، أزمة تشغيل. أنا ملتزم، أنا ملتزم، وهذه ولاية الالتزامات، ملتزم بأن القرار اللي خذته الحكومة مؤخرا نتاع إدماج 400,000 ما قبل التشغيل أنا نوصلها ونوصلها بالسرعة اللي تلزم. هما قروا 100,000، أنا نقول لكم نحاولوا في السنة الأولى باش 400,000 إن شاء الله يندمجوا. تازمت معاكم باش شخصيا نحي الجزائر من عبد الأشخاص، نفوت للشباب، نفوت مشعل للشباب. الشباب لازم يستلم مقاليد الحكم على مختلف مستويات. نفصل المال عن السياسة، فصل المال عن السياسة يعني إتاحة الفرصة للناس اللي ما عندهمش المال باش يمارسوا السياسة. ما يقدرش اليوم يترشح للمجلس بلدي ولا مجلس ولائي ولا مجلس الوطني الشعبي إلا ما عندوش المال، ما يزاحمهمش. إذن يكون فيه قانون انتخابات، إلا كان الشعب قرر الثقة نتاعو تكون فيا أنا في الشهور ربع شهور الأولى تكون في قانون انتخابات آخر، قانون انتخابات اللي يجرم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله باش نفوتوا المشعل حقيقة وبصدق للجيل اللي راه طالع مثل ما دانوا فينا الناس. إذن وإحنا في واحد إذن أنا نتعهد على بالك العصابة تتحاسب ونعاود نزيد نكملوا المحاسبة، نكملوا المحاسبة انت. كل الأزمات، اسمعني اسمعني غير اسمعني، أعطيني كلمة أعطيني كلمة. كل الأزمات وكل المشاكل لها مطروحة، المعطوبي الجيش، متقاعدي الجيش، بالنسبة لتاع الشرطة، بالنسبة اللي عاودوا استدعاوهم الخدمة الوطنية، الملف راه عندي أنا. لما نلتزم راني في ولاية، راني في ولاية اللي الكلمة تسوى فيها اطنان، سجلها عليا سجلها عليا. إلا قدر ربي سبحانه والشعب قرر غدوة جيب هذا الكلام اللي نقول فيه، جيب لي الشريط قالها واش قلت في بيتنا وراك ما طبقتش. أما بالنسبة للشباب، الشباب ممكن نتكلم
ونطول في الكلام على البطالة. راني تكلمت وراكم تبعتوني، انا عارف تبعتوا وتبعتوا البرنامج نتاعي. القسم ما ينفعش، الكلمة اللي نعطيها للشباب وتسجل عليا إلى يوم القيامة، أن نتكفل بالشباب من ناحية سياسية، من ناحية الشغل، من ناحية الاستثمار، حتى نخلق طبقة جديدة. نخلق طبقة جديدة في هذه البلاد تاع سياسيين، تاع مقاولين، تاع رجال أعمال، ينبثقوا من الشباب. والوسائل موجودة، يخص قوانين وتطبيق القوانين. شاكر لكم الحفاوة، واستسمحكم لضيق الوقت لنا باش نمشي لولاية أخرى. أنا فخور أني معكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه إذن كلمة المترشح الحر عبد المجيد تبون، الذي نظم تجمعا شعبيا صباح اليوم من ولاية باتنة.